كيف ما تشوفوا الخدمه ديال المعلم كله ملبس بالايد ديال البنات، مبرع مرايه كيف ما تشوفوا، فهي الاستيك. نفتحي ما ماشي يعني زاجير حد هنايا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي وقناتكم بشرى فانو. واليوم جايبه لكم الجديد وجايبه لكم ريحه المغرب. غادي نبارطاجي معكم واحد السر اللي عمرني ما بارطاجيته في القناه، وهو ان يعني شي حاجه خاصه بيا تحت طلب بزاف العديد عديد ديال البنات على هذا الفيديو هذا. فانا اليوم غادي نلبي لهم الرغبه ديالتهم وكنعطيهم تحيه من هذا لا فيديو كاملين البنات كاملين المغربيات والتونسيات، وكذلك ما نساوش الجزائريات واخواننا العرب كاملين. المهم السر اللي غادي نبارطاجي معكم وهو المشروع ديالي الخاص بيا اللي كندير ديال البيزنس اللي فيه لباس تقليدي المغربي. وبما ان كيف ما قلت لكم يعني كان طلب عليه، فقررت انني نحطه لان القناه انا شي حاجه يعني اللي كنديرها كهوايه كتعجبني، ماشي غرض ديالها يعني باش ندير فيها الماركتينغ او لا ندير فيها التسويق للسلعه ديالتي او للمنتجات ديالي. فكان طلب بزاف ديال العديد من الاخوات، واليوم انا غادي نلبيه لكم. وبما انه قريب العيد فانا جايبه لكم الجديد، والجديد غادي يكون هو هذا الجديد كيف ما كتشوفوا يا البنات. ف تشكيلات ولوينات صراحه يعني شي حاجه اللي خطيره. انا كما كتشوفوا يا البنات جلابه مخزانيه في الالوان صيفيه. الثوب كيف ما كتشوفوا الثوب راه ديال القطن، يعني خيط بارد بالطريزات وبالجياب من هادشي اللي كاين دابا من الموديلات اللي كاينين عندهم. هاد الكبيلات هادو كيف ما كتشوفوا هنايا فهما طاي ستوندار. البنات اللي عندهم لا طاي ام ال اكس ال فهما كلهم يعني لبسوا. البنات ديال دوبل اكس ال 3 اكس ال فحاليا ما كاينش، ولكن يعني من هنا نتمنوا من الله يعني تيسر الامور في هادشي اللي كاين ديال الحدود. وغادي تكون الثاني جديد وغادي يكون لهم حتى هما يا لي طاي عندي فيها الالوان. انا غادي نبارطاجي معكم غير البياسات اللي باقين ما يعني ما تباعوش، اما بالنسبه للبياسات اللي تباعوا فانا نخليهم ابار لان البنات ديجا داروا لي كوموند قبل ما تجي السلعه، فيعني بقات ليهم. عندنا هذا اللون هذا كتشوفوا كاين هذا اللون هذا غوز بيبي، وكاين البنات هذا البلوسيال هذا اللي هو شويبي كيف ما كتشوفوا عندها الفتاحي هكايا، يعني كيجيو هكا مع لي كونفيرس في الابيض يجيو صراحه روعه. انا نلبسهم لكم البنات ولكن يعني جاو دايريني لانني انا غون طاي اكس ال ما تجينيش فما لبستهمش البنات. الزريرق يعني بالنسبه للبنات المحتجبات راه واحد الفولاره هكايا في الغوز اولا في الموطارد، وكونفيرس ابيض تجي خطيره. شوفوا الشكل ديالهم، انا صراحه حيدتهم من البلاستيك ها هما كما كتشوفوا واحد شويه مكمشين ما باينين التوب ديالهم طايح. بالنسبه للبنات اللي خداو فهما راهم حمقوا عليهم وما تردوش خداو حتى في الالوان. بالنسبه لهذا اللون هذا كاشيري كيف ما كتشوفوا اولا كولور مورتاديلا نفس الشكل، فهو من هنا كيجيو واسعين بالنسبه اللي عندها يعني العموريه من الفوق فما عندهاش مشكل. بالنسبه اللي عندها يعني هكايا لي هونش فمن الاحسن تاخذ الكرون طاي. وعندي هذا الكولور هذا هذا لوفير بيستاجي كيف ما كتشوفوا حتى هو مهرس بالكولور هكايا بالزرق كبيلات بالزرق وبالطريزات. طريزات راهم مختلفين البنات، كاينه هاد الطرزه هادي في هاد الشكل وكاينه هاد الطرزه هادي حتى هي في هاد الشكل هذا. صراحه بادين وشي حاجه اللي هكا روميه صراحه هما هاد العام يعني زوينين دايرين بهم ضجه. هذا بالنسبه للجلالب انا وريتكم غير كولورات لي طاي راهم يعني ستوندار. بالنسبه للبيجامات فكاينين هادو اللي هكايا 3 كار في الكم. هاد النبات هذا ديال جيلاتين كيف ما كتشوفوا
هو عنده حتى في الصدريه هنايا جيلاتين، الثوب ديالهم خيط بارده البنات. طاي هذه طاي اكس ال وفي محتل دوبل اكس ال، كاين فيها هذا الكولور هذا بلو مارين هذا في اكس ال، وهذه العطاي دوبل اكس ال كما كتشوفوا البنات، فراه يعني متسعه وكاينه فيها البوردو كيف ما كتشوفوا حتى هي اكس ال. الكول ديالهم كيف ما شفتوا راه مخدوم زوين. هذا بالنسبه للبيجامات، فهنايا عندي قفيطناط هكايا ديال مراكش. هاد القفاطن صراحه الشكل ديالهم زوين وعجبوني، فما ترددتش انني نتقدم منهم. كيف ما تشوفوا هذا راه خضر ملكي مخدوم بالكتر فيل البنات، ومنبس بالحجر هابط حتى لتحت، والستيل ديالو ايفازي كلشي يلبس. كميمات ديالهم كيفاش مطروزين، هاد لاطاي الام وهادي دوبل اكس ال. صراحه نكون واضحه معاكم هادو يعني يعني كيف ما كيقولوا كالتانو بوكو، يعني ديما واحد ياخذ لاطاي اكثر بالنسبه للناس اللي كيلبسوا الان ياخذوا الان، اللي كيلبسوا الان ياخذوا الاكس ال. كاين فيهم هاد الكولور وكاين فيهم هاد الستيل هذا حتى هو يا في هاد اللوين هذا، وكاين هاد اللون هذا تيركوا حتى هو زوين. شوفوا الستيل ديالو هابط. كاين هاد اللوين هذا زرق بترول، صراحه اللوين ديالو زوين لاطاي ديالو ال، وكاين فيه هاد اللوين هذا التيركوا حتى هو صراحه زوين. شوفوا هابط حتى لتحت حتى هو مخدوم بالكترفيل، هادو ديال مراكش كلهم كيكونوا مخدومين بالكترفيل، وكاين فيهم حتى هاد الشكل هذا اللي هو في الخضر ملكي كيف ما تشوفوا، وفيهم هاد اللون هذا اللي هو البلو مارين ستيل ديالو نفس الشكل، فيعني كيختلف غير في الالوان. وهنا كاين هاد الخضيبر هذا صراحه التويب ديالهم بارد، ويعني ديال هاد المفصل هذا هادو بحال هكايا كيجيو قفيطناط المناسبات هكا خفاف اولا الاعياد اولا هكايا يعني ما جين عندنا ضياف، فهما كيجيو يعني خفاف وكيجيو زوينين. وعندي كذلك هاد البيجامات اولا الكساوي اللي كتشوفوا يعني هكا بالنسبه للناس الا جاو عندك او الا مشيتي عند شي حد يعني كتبغي شي حاجه ليها هكا متسعه. وبما انني دايره هاد الفيديو ديال اليوتيوب فانا اضطريت انني نلبس وحده هكايا باش نبقى على راحتي ما تكونش يعني عزلاني ما نديروش روتين يا البنات. فيها الالوان وفيها طاي كبيره وفيها طاي صغيره كيجيو صراحه زوينين، فهادو ممكن اننا نخرجوا بهم. شوفوا التوب ديالهم توب رطب ديال الخيط، كاين فيهم هاد اللون هذا وكاين هاد اللون اللي انا لابسه هما 3 دي، وكاين هاد الستيل هذا البنات حتى همايا يعني هادي حتى هي راها كبيره كيف ما كتشوفوا. كاينين هاد لي جابادور هادو التوب ديالهم يعني ليكرا، ها هو الستيل ديالهم غادي نحلو معاكم. هادي لاطاي دوبل اكس ال مع هاد المجدول هذا ديال بيض، فعندهم تريكو من الفوق هاد الشكل هذا بحال هكا، يعني بالنسبه للناس اللي عامرين فهادي راه مزيانه ليهم. وكاين وكيجي هكا معها السروال اللي هو قنطريسي بارد البنات على هاد الشكل هذا، وكيجي هكايا المجدول يعني الفوق
فوق تريكو، كاين فيها هذا اللون هذا وكاين فيها هذا اللون، ما نحتاجش انني نحلها. هذه بقات فيهم غير لا طاي ال ودوبل اكس ال ليغريه. بالنسبه لهادو فراهم يعني بحال بحال. وكاين البنات البيجامه بالبونتاكو فهما يا طاي ستاندار، يعني يلبسوا حتى العامرات. الستيل ديالها ها هو الستيل الفوقاني، كيجي هكا طويل ديالها البنات. ها هو كيما كتشوفوا ترواكار، يعني كيجي حد هنايا. الستيل ديالهم زوين بارد، فيها الالوان، فيها الشيبي وفيها صفر كيف ما تشوفوا معايا هاد البناني، وفيها كذلك هاد بلو مارين، وفيها البوردو، وفيها هاد الموف هذا. اللي بغات شي حاجه تواصل معايا البنات. وهذا هو الجديد البنات ديالي انا. صراحه هاد القفطان كنت دايره ليه الكوموند يعني في شهر واحد، و يعني ثلاث ستيليس، ولكن ما صدتش اللي يجيبوني من المغرب. فيلا وصلني. انا بارطاجيته معكم البنات. انا عجبني هاد الموديل هذا اللي يعني بلدي كيف ما تشوفوا، الخدمه ديالت المعلم كله منبس باليد البنات، مبرة مرايه كيف ما تشوفوا، فهي إلاستيك. نفتحي ما ماشي يعني زاجيغ، حد هنايا كيف ما تشوفوا من التحت. فكيف ما كتشوفوا كله خدمة المعلم، كله ملبس بالحجر. الموديل كيف ما قلت لكم بلدي، انا عجبني هذا السيل بلدي. علاش حطيت انا واحد؟ شوفوا الكمين ديالو ترواكار. المبرة كيف ما تشوفوا مبرة مرايا وإلاستيك البنات. تقولوا هذا غادي يتقشر، فها انتم شوفوا معايا فما كيتقشرش بتاتا. اللي بغات شي حاجه تواصل معايا، فيعني ترسل لي لاطاي ديالها، العبار، الكتاف، وبلاصه ديال الصدر، وكذلك يعني التحت. فممكن نخدمه، والارسال كيكون يعني نقولوا عبر العالم. فين ما كنتي اختي راح نرسلوه ليك. بغيتو النمره ديال الاخت يعني تواصلوا معها مباشره، فغادي نحطها لكم. بغيتو تواصلوا معايا انا كذلك غادي نخلي لكم النمره. هادو يعني بالنسبه للستيلات اللي كيتخدموا، فانا باقي غادي نحط لكم جديد، وباقي غادي نحط لكم بزاف ديال لي موديل من عند الاخت ديالي. هذا بارطاجيت معاكم فقط يعني هذا الشكل اللي خديت انا، هذا ديالي البنات ماشي للبيع. وبالنسبه للبيع فباقي عندي شي حاجه يعني من السلعه اللي بقات لي شهر واحد، فانا غادي نبارطاجيها معاكم. وكذلك البنات كاينين الهميزات وكاين البرومو اللي بغاتو، فانا دايره البروموسيون في هاد القفاطن هادو البنات. فالمبره ديالتهم كيف ما كتشوفوا مرايا، ستيل كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو. انا لبست لكم هاد الشكل هذا باش تشوفوه. صراحه المبره ديالتهم زوينه واعره، الخدمه ديالتهم كيف ما كتشوفوا تنبات. ستيل ديالهم هكا يعني من اللور، فانا يعني ما نتحزمش عليه لانه ماشي لاطاي ديالي. كاين فيهم هاد اللون هذا وكاين هاد اللون هذا البنات، باقي هاد الموف هذا حتى هو اللون يعني. كاين هاد اللون هذا زرق ملكي كيف ما كتشوفوا بالصم في البيض، وهذاك الموف راه الصم ديالو في الدم الغزال احمر. بالنسبه للبنات يعني هكا كيف ما قلت لكم لا طاي ام والال والاكس ال، فكلهم يجيهم. هذا مصيب بالصم بالصفر كيف ما كتشوفوا.
المبره ديالهم راها اسيريه البنات بالكميمات. هادو فيهم الصول 90 اورو البنات، اللي بغاتو تواصل معايا بالمجدول ديالو. هذا عنده مجدول هاد اللون، هذا السميطه ديالتو في هاد اللون هذا، والاخرين عندهم السمطه في الابيض. هادو البنات برومو كانوا ب 120 اورو، فانا دابا حاليا بقاو منهم 4 بياسات دايره ليهم 90 اورو. اللي بغات تواصل معايا البنات. هادو بالنسبه اللي بقاو عندي. هذا البنات جبت منه بزاف حتى هاد الموديل هذا، فراه تباع، بقى منه غير هاد الكولور هذا كيف ما تشوفوا. صراحه هادو روعه. شي نحلو ليكم البنانيه البنات، اولا هاد الصفر هذا، فكيف ما كتشوفوا هادو كلوش. هادو كانوا عندي منهم في الالوان، وبقى غير هاد اللون هذا. وقفي. نتمنى هذا فيديو البنات يكون نال الاعجاب ديالكم، ويعني بالنسبه للبنات اللي طلبوني نكون لبيت لهم الرغبه ديالهم، فراكم عزاز. اللي بغات شي حاجه كيف ما قلت لكم تواصل معايا. مرحبا والف مرحبا بجميع البنات فين ما كانوا، حتى المغرب اللي بغى شي حاجه من المغرب. فيكفي انني غادي نخلي لكم النمره وتواصلوا مع الاخت ديالي جميله، فهي حتى هي يعني راه الاشاره. ما تنساوش لايك البنات، وكذلك البارطاج، بارطاجيو هذا الفيديو هكا باش تكبر القناه، وهكا يعني اللي باغي شي حاجه يتواصل معنا. نقول لكم عواشكم مبروكه وعيد مبارك سعيد، وتسناوني الفيديو الجاي. باقي الفيديوهات زوينين جايين، وباقي الجديد في القفاطم غادي نحطوه البنات. الى اللقاء، مع السلامه، في فيديو قادم ان شاء الله.